بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة التي تأخرت بعض الوقت عن موعدها لظروف انشغالي ببعض أعمال الامتحانات والتدريس، خصوصا أن الدراسة حاليا كلها أونلاين والتجهيز كله إلكتروني، فانشغلت قليلا. كما حصل شيء عجيب أوي بالنسبة للحلقة ديت، الحلقة دي اللي هي الحلقة 15 دي رابع مرة أسجلها فيها، ومش عارف التسجيل هيمشي بطريقة كويسة ولا لأ. لكن التسجيل في المرات اللي فاتت ألاقيه كان لأسباب فنية وأسباب أسرية، ألاقيه كان بيبوظ قبل ما أخلص الحلقة فكنت بلغي. دي المرة الرابعة أنا بدعو الله سبحانه وتعالى إن هو يتمها على خير، ونبتدي حديثنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا دلوقتي بنستأنف الحديث عن ذكرياتي من خلال سردي لمسار وقصة حياتي من على كتف أمي للمكان اللي أنا فيه حاليا كأستاذ في الجامعة. كنت وصلت للمرحلة الثانوية، خلصت أجازة التانية ثانوي أو خلصت امتحان تانية ثانوي وبدأت الأجازة، وبنستعد علشان نبتدي السنة الدراسية للصف الثالث الثانوي، عنق الزجاجة كما يقولون. المرحلة ديت طبعا هي غنية عن التعريف، هي مرحلة فاصلة، حد فاصل بين مرحلة التعليم الأساسي اللي قبلها والمرحلة الجامعية اللي بتحدد مسار ومستقبل الإنسان وحياته في المستقبل لحد آخر سنوات عمره في العمل بعد ذلك. فهي كما زي بيسموها عنق الزجاجة، وهي بالفعل عنق الزجاجة. ولعل تسجيل الحلقة دي كان زي عامل زي عنق الزجاجة، الحلقات اللي قبلها كانت ماشية سهلة، وهي ولادة هذه الحلقة كانت متعسرة مش كأنها عنق الزجاجة. على كل حال بدأنا الموضوع، بدأنا دراسة سنة ثالثة ثانوي بحذر. كنت بدأت في أثناء الأجازة، الطلبة كلها خدت الأجازة لعب وفسح ويعني ترويح عن النفس، وأنا أخدتها وفق برنامج سري أنا قمت بيه، قليل جدا اللي كان يعرفه سوى بس أسرتي في البيت، أما كل من هم بره البيت ما كانوش يعرفوا هذا البرنامج. أنا بدأت الدراسة بتاعتي مبكرا، منفردا، معتمدا على ما هو يعني قدراتي اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لي، وبدأت صحبة الكتب، بدأت أستكشف عناوين المقررات، وشوية شوية بدأت أدخل في صلب الموضوعات وأبتدي أقرأ بقى إيه التفاصيل. كانت المعلومات اللي اكتسبتها في السنة الثانية ثانوي كان لها دور كبير أوي في تواصل الأفكار، لأن زي ما أنتوا عارفين إن سنة تانية وثالثة ثانوي بتاخد المعلومة في تانية وتكملها في تالتة، في بينهم تواصل فكري ومعلوماتي استفدت منه في الحقيقة، في إن هو ما سبتش نفسي المعلومات تبرد في دماغي وتتجمد، لا وصلت على طول الدراسة بدون توقف. كانت المعلومات لسه في ذهني غضة طرية، كنت بقرأ وأفهم الدروس دونما الحاجة إلى مدرس خصوصي. بالمناسبة لأبناء هذا الجيل كانت الدروس الخصوصية في الزمن بتاعنا كانت تعتبر يعني عار وعيب على الطالب انه ياخد درس خصوصي، وإلا كان بيتهم بأنه هو من مستواه من ضعاف الطلاب وكان بتبقى وصمة عار في جبينه. لكن أنا لاحظت أن بعض زملائي كانوا حريصين جدا عليها بدعوة التفوق، يعني اللي ياخد درس ده مش المرة دي بقى علشان ينجح، لا ده عشان يتفوق. فيعني حجزت معاهم في مادتين العربي الإنجليزي والرياضة،
لكن في الحقيقة يعني لما بدأت يعني أمشي معهم في الدروس لقيت نفسي مش محتاج، لأن أنا بفهم لوحدي، ما كانش في حاجة جديدة المدرس بيقدمها أكتر من اللي أنا عارفها، فسرعان ما إيه يعني انقطعت عن الدروس الخصوصية مكملتش. وده من ناحية، من ناحية تانية يعني من ناحية لأن ما فيش جديد بتعلمه، من ناحية تانية عشان أوفر على أهلي المصاريف اللي كانت بترهق كاهلهم. حطيت لنفسي جدول دراسي صارم التزمت بيه حرفيا. كنت الايه يعني الاوقات اللي انا يعني ببقى قاعد فيها في البيت يعني ببقى يعني منفرد بيها بنفسي تماما، واوقات الراحة بتاعتي هي اللي بقضيها مع اصحابي بره علشان محدش ياخد باله. خلصت الأجازة وبفضل الله سبحانه وتعالى كنت خلصت، تمكنت من تحصيل نصف المقرر الدراسي للمرة الأولى، يعني خلصت نصف المنهج للمرة الأولى. ده كان في حد ذاته إنجاز طيب جدا، وكان عليا إن أنا أستعد لأول يوم دراسي. صحيت الصبح، والدتي فطرتني ولبست الهدوم وانا خارج، والدتي انفردت بيا شويه كده على سلم الشقه وقالت لي كلمتين قبل ما امشي. والدتي اللي كانت لعبت في حياتي دور الشؤون المعنويه هي اللي خططت وهي اللي رسمت وانا اللي كنت بنفذ الخطط بتاعتها. قالت لي كلمتين قبل ما اطلع، قالت لي انا هقول لك كلام تحطه حلق في ودنك. كلها كام شهر، هتتعب شوية لكن كلها كام شهر وانت هتدخل الطب وهتبقى دكتور وهتبتدي بقى عندك عربية وعندك عيادة جميلة وعندك عمارة اللي هو الخمسة عين اللي كانوا مشهورين، وهتتجوز ويبقى عندك اولاد والى اخره. الكلام ده انا سمعته كتير، لكن كنت بلاحظ ان والدتي بتركز عليه وتعيده وكأنها كانت بتحفظه لي. طبعا الكلام ده كان بيشعل في نفسي نار الحماسة وجعلني اروح للمدرسة في اول يوم وانا يعني ايه متحمس اوي ان انا اقضي سنة طيبة. في اول يوم ليا في المدرسة انا عملت حاجة غريبة جدا. الخطة اللي انا وضعتها لنفسي ان انا اعزل نفسي تماما عن كل الاصدقاء خالص. قلت السنة ديت سنة بلا اصحاب، ماليش غير صاحب واحد فقط هو الكتاب. فالطلبة كانوا بيتسابقوا على الايه على الصفوف الاولى وفي يعني ايه يقعدوا عشان يستمعوا للمدرسين، وانا اخدت كرسي ورحت جاي قاعد في اخر الفصل وبعدت نفسي عن الديسك اللي بيقعد عليها زملاتي. اخدت ديسك لوحدي قصة صغيرة وكرسي خشب وايه وبعدت نفسي نص متر عن اقرب واحد ليا. ده كان اعلان لزملائي ان انا عاوز اعيش في عزلة هذا العام، مش عاوز اي اختلاط بحد ولا اتأثر باي افكار. كنت مكتفي بصديق واحد هو الكتاب وناصح امين هي امي. دول كانوا ايه كانوا كل حياتي في هذه الفترة المبكرة من عمري. كان سلوكي المدرسي كان مختلف برضه، كان متسق مع الخطة ديت، ان انا امتنعت عن ان انا ارفع ايدي لاجاوب على الاسئلة اللي كان بيسألها المدرسين. فالمقولة الشهيرة بتاعتي لما كنت اسمع سؤال اقول للمدرس انا يا بيه يعني عايز اجاوب انا يعني، فبطلتها خالص وبدأت ايه يعني ابتسم بالهدوء والرزانة. فالمدرسين اللي كانوا عارفيني قبل كده كانوا يتساءلوا ايه يا مجدي انت السنه دي نايم ليه، ده مش وقت نوم. فقلت لهم اتفضلوا اسالوا. فكان لما يسالوا سؤال يقوموني بقى خلاص، انا ما برفعش ايدي بس بيقوموني اجباري، فبيلاقوني اجاوب اجابه كويسه مره على الثانيه. فالمدرسين بدا يقولوا لا ده مجدي غير نظامه وبدا يعمل خطه جديده، خدوا بالك اولاد مجدي ناوي يعمل حاجه السنه دي.
الكلام ده يعني رغم ان هو يعني ايه ظاهريا ما كنتش احبه اتقال، لكن كان داخليا بيعجبني وكنت ببسط وبيديني ثقة في نفسي ان انا ماشي مظبوط. يوم عن يوم بدأت برضو ايه الأسئلة اللي بتسألها يعني ايه والإجابات اللي بجاوب بيها تعجب المدرسين. فحصل في يوم، فكان نتيجتها بقى ان انا بدأت ثقتي في نفسي تزيد جدا، وكلمات الثناء اعمل في حاجة وحشة فيا قوي، عملت لي عجب، بدأت اعجب بمعلوماتي، ثم تحول العجب دون ان ادري الى زي ما كنت بسمع او فهمت بعد كده الى كبر. في الحقيقة الكبر هو ألد أعداء النفس الإنسانية، وألد أعداء أي نفس ربنا سبحانه وتعالى خلقها. إبليس كانت الكبر هو ألد أعداءه اللي خرجه من الجنة. الكبر هو اللي بيؤدي إلى انهيار الشخصية اللي بتتصف بيه. فلما أصابني الكبر فكان المدرسين يقولوا مثلا ايه مجدي اخبره ايه، ايه ما بتجاوبش ليه؟ اقول له بص اسالني اي حاجه تعجبك انا هجاوبك عليها. وكان احيانا قبل ما يسال ارفع ايدي امعانا في يقول لي تعرف اسال ايه، قلت له اسال اي حاجه. ده كان شيء مؤشر خطر في وقت حرج، يعني في حياه الافراد والامم اذا دخلهم العجب او الكبر او الغرور في الفترات الحرجه بيبقى ده نذير هزيمه. الله سبحانه وتعالى ما كانش مقدر لي الهزيمة، فكان لازم الكبر ده يتصلح. الكبر ده مرض زي أي مرض، ده مرض نفسي زي الأمراض العضوية اللي بتحتاج عملية استئصال، فكان لابد إن أنا عايز عملية استئصال نفسي. فالله سبحانه وتعالى دبر لي عملية استئصال للعجب والغرور والكبر من نفسي حتى أستقيم وامشي على المخطط اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره لي. فكانت القصه الاتيه اللي ارجو ان ولادي في كل مكان ينتبهوا اليها جيدا ويستفيدوا من درسها. القصه بدات ان مدرس الاحياء كان اسمه الاستاذ عبد الحليم بركات. قال لي في يوم مجدي لبكره الموجه بتاع ماده الاحياء جاي، وطبعا يعني انا عاوزك كل ما يسال اسئله تقوم تجاوب. إيه انت ارفع ايدك على طول، او انا هختارك انك تقوم تجاوب علشان نديله فكره كويسه عن الشرح والى اخره، لان انا كنت فهمت ان هو عنده ترقيه لمدرس اول. وفي المهم جه الموجه وبدا يسال اسئله. السؤال الاول ليه مش عارف كذا علشان كذا، دون ده ما تقول في تفاصيل انا فاكر تسال اسئله. ارفع ايدي، الاستاذ يقول لي قوم جاوب، اجاوب الاقي نفسي بقول اجابه غير اللي انا عارفها، وكان هناك شخص اخر ينطق على لساني بما ليس في ذاكرتي. فانا كنت بستغرب بويضه الشوكه بتاعت بويضه البلهارسيا البوليه جانبيه ولا طرفيه، والجانبيه وهي مثلا اماميه وهكذا. فضلت ايه الاسئله بالشكل ده، أول سؤال غلط، يسأل سؤال تاني أقوم أجاوب غلط، يسأل سؤال تاني أقوم أرفع إيدي أقوم أجاوب غلط. أنا ما بعرفش أنا بجاوب غلط ليه، سوى إن أنا كنت زي ما أكون منوم مغناطيسيا. يعني هذا ما حدث بصدق أنا بقوله للتاريخ وللفايدة العامة. لحد ما الموجه اتنرفز جدا وقال للأستاذ عبد الحليم هو أنت ما فيش عندك غير الطالب الحمار ده اللي تخليه يقوم يجاوب، ده ما بيقولش حاجة صح. طبعا تخيلهم إن هو بيقول الكلام ده على مين؟ على أشطر طالب في الفصل. فلقيت زملائي تلقائيا كلهم ضحكوا، وأنا لقيت جسمي كله وكأن دبابيس أو شوك بيوخزني في كل ملي من أجزاء جسمي.
الحقيقة أنا روحت عيان، قعدت 3 سنين 3 أيام في البيت، 3 أيام في السرير ما بقومش منه، أكل ما فيش أكل. والدتي تسأل ما فيش، مش عارفة في إيه. والدتي قالت ربما ده محسود، قعدت تقرأ عليا المعوذتين وترقيني وتعمل الكلمات التصرفات اللي إيه اللي بيعملوها الأهالي، تطبطب عليا تقوم قوم كل، لا تقوم ذاكر، لا ما والدتي فين وفين. بعد 3 أيام بدأت أقوم وبدأت أقيم الموضوع. أنا نفسي انكسرت جدا، أصبت بانكسار نفسي، والانكسار النفسي ده كان هو العملية الجراحية الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد بها إنه يكتس من يكتس يستأصل من نفسي صفة العجب أو الغرور اللي أصابتني في وقت قاتل من منتصف العام الدراسي، وإحنا خلاص قربنا على الامتحانات، والغرور ده مش مطلوب أبدا. على كل حال أنا انكسرت وحسيت بالهزيمة، وبدأت أعيد حساباتي من أول وجديد، وبدأت أذاكر بتركيز أكتر، بدأت أتواضع، وبدأت يعني إيه غيرت النظام بتاعي. وده فعلا كانت يعني أنا فهمت الكلام ده، فهمت إن الموضوع ده كان من تدبير الله سبحانه وتعالى لفايدتي ولمصلحتي، لكنه كان مؤلم. وهكذا الأقدار، ربنا سبحانه وتعالى قد يقدر للإنسان قدر مؤلم لكن لخير هو يعلمه ونحن لا نعلم. فهمت منها أيضا حقيقة هي اللي أنا ببلغها للطلاب بتاعي. الطلاب بيشتكوا أنهم بيقروا وينسوا، بيذاكروا وينسوا، فبيصابوا بإحباط. أنا توصلت منها مبكرا للحقيقة المشهورة أو المعروفة اللي أنا اكتسبتها بالتجربة، وثبت أنها يعني إيه حقيقة علمية بعد كده. في إن في فرق بين معرفة المعلومة وحفظ المعلومة واسترجاع المعلومة. معرفة المعلومة في لابد إن أنت تقراها لأول مرة بعينيك وتسمعها بودنك، تشرك فيها حواسك، دي اسمها المعرفة. أما حفظ المعلومة زي ما بيكون بتسيف كده معلومة على الكمبيوتر، أنت كنت محتاج إن أنت تحفظها. فالمعلومة بتحفظ أو تختزن في الذاكرة زي ما بيقولوا بتوع الفسيولوجي على آيات أحماض أمينية، فمحتاجة تثبيت. تثبيت المعلومة أو حفظ المعلومة ده بيتطلب تكرارها لعدد من المرات تشبع فيه، اسمها إشباع المعلومة. أما استدعاء المعلومة إن أنت تجيبها وقت اللزوم وتحطها في الامتحان، فدي عملية أخرى تتطلب يعني تتطلب منك إن أنت تعلم المعلومة بعلامة معينة، من خلال هذه العلامة تقدر تجر المعلومة وتحطها في الورقة أو في الشفرة. عرفت أنا الكلام ده هو بالفطرة، هكذا ربنا سبحانه وتعالى ألقى في بالي، وتعلمت ووعيت الدرس وبدأت أذاكر بمنظور جديد. بنهاية شهر مارس سنة 76 أخذنا شهرين لفترة الأجازة قبل الامتحان، ودي كنا بناخدها إما نراجع في البيت أو نراجع في المدرسة. فضلت إن أنا أقعد أراجع مع نفسي في البيت، وكنت عامل نظام جميل جدا في الدراسة، إن أنا كنت بحب المذاكرة قوي بالليل. يعني كانت القاعدة العامة طول ما نمصح صح أذاكر، أول ما أتعب أنام. وجدت إن غالب زملائي اللي معايا في الكلية بعد كده لما دخلنا طب انهم كانوا بيلجأوا لنفس هذا الاسلوب، ما حدش كان بيضغط على نفسه في المذاكره. فكان نظامي ان انا بحب المذاكره بالليل لحد الفجر، وبعد كده بعد الفجر كنت بنام لحد الضحى. الضحى دي يعني الساعه 8 9 في الحدود دي كده، وبعد كده بقوم اذاكر من وقت الضحى لحد الظهر، لحد ما الظهر جدا، وبعد كده أنا جاي نايم تاني من الدور العصر، وبعد كده أقوم من العصر للمغرب أكمل مذاكرة، ومن المغرب للعشاء أطلع أتفسح أتمشى،
يعني لوحدي كده، وارجع بعد العشاء اواصل المذاكره بتاعتي لحد الفجر. في ظل هذا النظام الصارم تمكنت من مراجعه المقررات كلها عدد كبير جدا من المرات، وجه وقت الامتحان وكانت بفضل الله سبحانه وتعالى ايام عرس، ايام جميله جدا، ربنا سبحانه وتعالى وفقني فيها توفيق لم يكن مثله شيء لا قبله ولا بعده. انا اتذكر شكل الورقه وانا كنت بكتبها وكان احد اخر يكتب بالنيابه عني، خط جميل جدا، نظام بديع. الورقه كانت الورق كله باستثناء بعض يعني الاخطاء اللي نقصت من مجموعي شويه في مادتين، يعني هما ماده الهندسه الفراغيه وفي العربي، نقصت فيهم كميه يعني عدد كبير من الدرجات، ورغم ذلك يعني لو كنت جبت حتى فيهم المجموع العادي اللي انا جايبه بقيه المواد كان مجموعي قرب على 99، لكن انا حصلت على مجموع 93% وكان ترتيبي الثاني على المدرسه. وتصادف ان سبحان الله ان الاول كان جاب 99 وانا الثاني، احنا كنا نفس المستوى او ربما يعني كان افضل مني شويه، لكن كان مستواي انا يعني انا متكلم جيد. فمثلا هو مثلا لو كان جاب 99 كنت انا اجيب 98.5، لكن انا جبت اللي بعديه مباشره انا جايب 93، برضو كانت لحكمه ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عايز لي التفوق، لان انا عندي التفوق اللي هو الحاد او الواضح، لاني عندي نفسي فيها ميل للانحراف. دي حقيقة، سواء كان الانحراف ده من ناحية مثلا الغرور زي ما اتكلمنا، كان ممكن يرجع الغرور يصيبني تاني، فربنا اعطاني القدر من النجاح اللي دخلني طب واللي حقق لي قناعة بالتفوق، وده كان يكفيني. والحمد لله كان يعني كان المجموع طيب 93 في هذا التوقيت، يعني ما كانش حد اصلا اللي كان بيجيب فوق 90 ده كان بيبقى ممتاز جدا يعني، لكن 93 كان يعني فوق الحد الاعلى للقبول كليه الطب ب 12 درجه، فكان معايا قدر كويس من الدرجات. يوم النتيجه اخويا الكبير اللي كان ضربني بقى وانا في سنه ثالثه اعدادي لما بدات انحرف وكده، اخذني على عجله ورحنا نشوف النتيجه. اول ما رحنا عند مدخل المدرسه كانوا الطلبه متجمهرين باعداد كبيره طبعا، وكانت مدرستي اللي معايا عارف طنطا، هي مدرسه الاهباط اللي هي جنب جنه الفواكه اللي بينها وبين السنترال في الشارع الجانبي، كان في معسكر جيش في المكان ده، بوابته جنب بوابه المدرسه، الطلبه واقفين قدام البوابتين باعداد كبيره جدا. اول ما شافوني قالوا اهو جه اهو يعني فانا خفت يعني بيشاوروا عليا، فانا يعني شكيت ان ان في حاجه خطيره حصلت لي، فمجرد ما نزلت من على العجله لقيت الاحضان والقبلات والف مبروك يا مجدي انت جبت مجموع كذا. انا في الحقيقه كنت مبسوط جدا وقانع خالص يعني باللي ربنا سبحانه وتعالى، وسعيد باللي ربنا رزقهولي، بس ما اقتنعتش غير لما شفت لما شفت المجموع بنفسي. شفت المجموع واخويا يعني حضني ورفعني من على الارض يعني لكن انا ما شفتش حد خالص وقتها، ما كانش فيه في بالي غير واحده بس، هي اللي عايزه افرحها، هي اللي عايز اللي انا حسيت ان انا اذيتها كتير في مشاعرها وحولت لحياتها بسلسله من الالام والمعاناه، كان نفسي بقى اعمل حاجه تفرحها واعرفها ان انا صدقت وعدي معاها. هي كانت امي، فتركت اخويا وتركت اصحابي وتركت الـ يعني التهنئات والمباركات، وفضلت اجري متواصل لحد بيتنا عاوز اقول لامي عشان ما اتاخرش عليها
وسيبها شايلة الهم، ونكمل معاكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.